عام 1952 زار دمشق ورأى ما فيها من تطور، وقد كانت تعرف حينها بيابان الشرق الأوسط. قال كلمته المشهورة: سأجعل من بلدي نسخة عن سوريا. مهاتير محمد نجح بالفعل في وعده، فصار أبو ماليزيا المعاصرة وصانع نهضتها. بعد سنوات سيصبح مهاتير محمد أحد أبرز السياسيين في بلاده، وسيقود أولاً وزارة التربية والتعليم. كانت البداية موفقة، فما فعل؟ ما فعله الرجل في البداية وشكل علامة فارقة في تاريخ ماليزيا أن أرسل مئات الشباب الماليزيين للحصول على العلوم من الجامعات اليابانية، وقال لهم: لا تعودوا إلا بعد أن تعملوا لسنوات في اليابان. وكان الهدف واضحاً، العودة إلى ماليزيا لاحقاً وقد تشربوا الروح اليابانية. حينها لم يكن ما قام به مهاتير سوى عتبة لبناء ماكينة العمل التي ستطلق ماليزيا التي نعرف اليوم. فحارب الفساد وطور نظام التعليم وركز على الزراعة والسياحة والصناعة في منظومة متكاملة. وتدريجياً نجح في وضع بلاده على قائمة أبرز دول نمو آسيا. تولى رئاسة وزراء بلاده من عام 1981 لمدة 22 عاماً، وهكذا أتيحت له الفرصة كاملة ليحول أفكاره إلى واقع، ونجح. بعد أن نهض في البلاد قرر مهاتير ترك كرسي السلطة عام 2003 وتركه، رغم أنه لاحقاً اضطر إلى العودة، كأنه يريد تصحيح المسار، أو هذا ما يراه، عندما قال: عدت لأصحح أكبر غلطة في حياتي وهي التقاعد. لكن دعونا نحكي قصة مهاتير محمد منذ البداية. في عام 1925 ولد مهاتير محمد بأقصى شمال غربي البلاد، ولظروف الحرب العالمية الثانية لاحقاً انقطع عن الدراسة وعمل في كشك لبيع القهوة، وخلال ذلك انخرط بالسياسة منذ تأسيس الاتحاد الفيدرالي لدولة ماليزيا. عاد للدراسة وحصل على شهادة في الطب، وبعد تخرجه فتح عيادته الخاصة، لكنه لم ينسى السياسة كما لم تنسه هي، فقد دخل عام 1964 البرلمان نائبا عن حزب منظمة الملاويين الوطنية المتحدة، لكن ما فتئ أن خرج منه مطرودا لسبب سيكون نفسه المحرك الأساسي لانطلاقته الثانية. خلال 5 سنوات فقط من دخوله البرلمان خسر مقعده وطرد من الحزب لتجرؤه على توجيه رسالة انتقاد مفتوحة إلى أول رئيس حكومة للبلاد تينكو عبد الرحمن. اتهم فيها عبد الرحمن بإهمال شؤون الغالبية العرقية الملاوية، رسالة عرفت الجمهور بهويته وبما يريد أن يقوله. فبدأ وخلال اعتزاله الأول عزز رؤيته لحال المالاي، فألف كتابا بعنوان مأساة المالاي، ركز فيه على تهميش المالاي إبان عهد الاستعمار الأجنبي، وهاجم فيهم استسلامهم للتهميش. بالفعل عاد إلى البرلمان عام 1974، لكن هذه المرة جرى تعيينه وزيراً للتربية والتعليم، وخلال 4 سنوات صار نائباً لرئيس الوزراء، وفي العام 1981 تولى رئاسة الحكومة خلفاً لداتوك حسين عون. أخيراً نجح في إدماج شعب الملايا في سوق العمل، إذ يؤمن مهاتير بعدالة التوزيع وليس بالمساواة المطلقة، وبهذا المنطق مازج في رؤيته بين الإسلام والقيم الآسيوية. لكن لوحة مهاتير محمد السياسية لا تخلو من ندب، فقد انشغل طويلاً بخلافه السياسي مع رفيق دربه أنور إبراهيم حتى سجنه، خطأ حاول لاحقاً ترقيعه. فمن تعرف في بلدك رجلاً يستطيع أن ينهض كما نهض رجل ماليزيا؟